إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفينا ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رواي جميع أهل الخير كلهم عما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا، وفي الآخرة شفاعته، في الجنة مرافقته، في المنام رؤيته مرارا يا رب العالمين. اللهم إلى رواي جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين. اللهم إلى رواي جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى رواي جميع أولياء الله تعالى، من مشارق الأرض إلى مغاربها، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى أجمعين. خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وسندنا أستاذنا شاه عبد الوهاب باني حضرة الويلور القادري قدس الله سره العزيز، وإلى رواي جميع أهل الخير كلهم عما. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم، وفضلا على فضلهم. اللهم عد علينا من فيولاتهم. اللهم احفظنا بحفظهم يا حفيظ من كل بلاء الدنيا مصيباتها وفتناتها وضيق عيشها يا رب العالمين. اللهم اجعل بيننا وبينهم تعلقا روحانيا نافيا لنا في الدارين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم بارك لنا في كل أمورنا، خصوصا فيما توجهنا إليه بركة تامة إلى يوم القيامة. ويسر أسيرنا وسهل أمورنا، وبلغ آمالنا، وحقق رجاءنا، وأد ديوننا، واشف مريضنا، وادفع بلياتنا، وارفع درجاتنا، وفرج كروبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وابطل اسهارنا، وطول ما اعمارنا مع الصحة والغنى والعافية، وثبت اقدامنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا، السلامة والعافية في ديننا ودنيانا واخرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبنا علينا سكرات الموت. اللهم حبنا علينا سكرات الموت. اللهم حبنا علينا سكرات الموت بحقوق أولئك الشرفاء الكرماء العلماء المذكورين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعائنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا بأنباء رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا പ്രാസ്താവിക സഭയോടം സ്വാഗതം. ബഷീർ മാസ്റ്റർ പടിക്കൽ, മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി